المشاهد الأبناء العايش، وبمثل أحد الأخوة الزملاء في المشاهد زي أي حد فيه. أنا مش شركة أي شركة سكاتة بتدافع عن نفسها، أو شركة القعر بتدافع عن نفسها. فشركة اليوم طبيعي، ما حد شركة اليوم تاريخ عليه ومحترم، وعلاقاتها الشخصية أقوى من أي مصلحة. ومش عايزين ندور في حلقة مفرغة من التبذير والوضع، عايزين نطلع بحل، عايزين نطلع بحل جذري وناجز وسريع، بدلا من الاستمرار في الحلقة المفرغة اللي احنا بندور فيها. مهما عقدنا من اجتماعات أو لقاءات أو توضيح، فهناك مزارع متضرر، واحنا لسنا من العالم الرأسمالي لنتعامل بال انا ممكن افند كل النقط اللي اتكلموا فيها الاخوة على المال، وكلامكم صحيح، ولكن على الجانب الاخر ممكن حد يقوم بتفنيد كل النقاط اللي حصل نقطة نقطة. يعني موضوع ان الواحد كل واحد يتحكم ان هو رايه هو الصحيح وموقفه هو الصحيح، مش هنطلع من مشكلة. احنا عايزين حلول سريعة وناجحة، واحنا كأصحاب مشاتل بقالنا 25 30 سنة في المشاتل، والمزارع سواء ضرر بنزول اسعار احنا بنقف معاه ولسنا مسؤولين ان احنا نعوضه، ومع ذلك بنقوم بدور بقالنا 25 سنة. حتى يعني اسعار، هل البشر المسؤول عن نزول اسعار الطماطم؟ والمزارع سنتها هيخسر. مع احترامي يا انا حق علي فورا، انا ممكن افند في النقط اللي اتقالت. ازاي يا حق علي انت عارف تفند النقط اللي اتقالت؟ بتطلب مني ان انا اساعد، وبتطلب من غيري ان انا اساعد. اسف كل اسف على مدار، لكن لازم ارجع من تكمله كلام محمد. انا حبيت اعلق على كلام عشان تكمله كلام محمد. لازم النهارده يبقى في منظومه. يعني ايه منظومه؟ يعني النهارده انا بستورد بذره، لازم في نسبه من هذه البذره، نسبه من المكسب بتحصل صندوق معين. صاحب المكسب لازم هو كمان يدفع نسبة من مكسبه، ولازم المزارع لما يكسب يحط في الصندوق، وفي الآخر يبقى لما يحصل مشكلة زي دي إن الكل واقف مع الفلاح المطرود. لكن إن إحنا نقول النهاردة هنقف مع بعض، هتقف مع مين؟ لازم تغير المنظومة، المنظومة اللي هو ايوه انا بتكلم دلوقتي، انا عندي الاستعداد ان انا بالنسبه لي تفرض نسبه معينه لصالح الفلاح. انا ما بتكلمش على اي حد، انا بقول النسبه لصالح الفلاح. المشاتل لا تريد تعويضات. يا يا